السلام عليكم. راح ناخذ مثال على طريقة الانفيرس لمصفوفة ثنائية 2 في 2. فعندنا مثل هذا المثال، عندنا معادلتين بها متغيرين x و y. حتى نوجد قيمهم السابقة اللي أخذتوها بالإعدادية هي بالتعويض أو بالجمع أو الطرح، ولكن هنا طريقة الماتريكس تختلف. فعندك اثنين x زائد 9y يساوي سالب 1، 4x زائد y يساوي 15. فعندك الاكسات، تحط الاكسات واحدة جوا الاخ، الوايات كذلك، والأعداد اللي ما تحتوي على متغيرات. فأول ما تبدي تكتب المصفوفة، تكتب a يساوي عندك قيم x و y، قيم x 2 بـ4، 2 بـ4، قيم y 9 بـ1، 9 بـ1. فعندك مصفوفة ثنائية 2 في 2، يعني صفين وعمودين. فتوجد المحدد، المحدد طبعا يختلف عن المحدد بالثلاثية، لأن يعني كل السهل أنه عندك قطر رئيسي وقطر ثانوي. الرئيسي اللي هو هذا، ف 2 في 1 2 ناقصا ضمن القانون ناقصا 4 في 9 36، ف2 ناقصا 36 سالب 34. بعدين توجد الانفيرس، الانفيرس يساوي مقلوب المحدد determine في، بعدين تضرب في المصفوفة ولكن بعض التغييرات انه يصير مقلوب بيها. فعندك القطر الرئيسي تقلب الاعداد، القطر الرئيسي عندك 2 بـ1 تقلب تصير 1 بـ2، يعني عندك 2 فوق كانت صارت 1، اخذنا الـ1 مكانها والـ2 صارت جوا. أما القطر الثانوي فنبدل الإشارات، سالب 9 بـ4 تصير، يعني لو كان أكو سالب يصير موجب، فتبدل الإشارات. فوجدنا الإنفيرس، 1 على سالب 34، 1 على المحدد في الإنفير في المصفوفة بعد إجراء التغييرات عليها، فيسمى هذا إنفيرس. بعدها تكتب الـ x و y و z، اكس واي زي توجد قيمتها، تضربها في الدي، الدي عندنا هي سالب 1 15، سالب 1 15، سالب 1 15. تبدي عملية الضرب، عملية الضرب، الصف الأول في العمود الأول، الصف الثاني في العمود الأول، فعندك صفين بعمود، المصفوفة الناتجة هي عبارة 2 في 1. فاكس واي نزل 1 على المحدد نفسه تنزل، عندك الصف الأول في العمود الأول، الصف الأول 1 في 1 في سالب 1 زائدا سالب 9 في 15، وسالب 4 في سالب 1 زائدا 2 في 15، تطلع الناتج 136 في 34. دخل 1 على 34، فعندك اكس واي 136 على سالب 34، 34 على سالب 34، فيصير سالب 1 بـ4، يعني قيمة x 4 وقيمة y سالب 1. طبعا انت تقدر توجد تتأكد من الحل، اذا 9y يساوي سالب 1 حتى تحلها بالطرح، تضرب هاي المعادلة في سالب 2، وراح ينتج عندك سالب 4x زائد ناقصا طبعا ناقصا 18، يعني سالب 2 في 9 سالب 18y يساوي موجب 2، يعني سالب 2 في 1 موجب 2، وتنزل المعادلة اللي جواها نفسها 4x زائد y يساوي 15. فعندك سالب 4x زائد مجموع من، راح تجمع سالب 4x زائد 4x 0، فهذا الحاد كله 0. سالب 18y زائد y سالب 17y يساوي
اثنين زائد 15 17، واي تساوي 17 على سالب 17، واي يساوي سالب 1 مثل ما طلعنا، واي تساوي سالب 1. واضح؟ بعد ما طلعت قيمة واي اطلع قيمة اكس، قيمة اكس عوض عن الناس عندك، عوض ان بهاي المعادلة او بهاي المعادلة، فعندك سالب 1 عندي هاي المعادلة، عوض قيمة إيه؟ قيمة العفو واي بهاي المعادلة، وعندي 4x، 4x انزل زائدا قيمة واي سالب 1، سالب 1 ويساوي 15. اكس ايش راح يساوي لنا؟ 4x يساوي، أحول سالب 1 إلى هناك إلى جهة الطرف الثاني، راح يساوي لنا 16. إذا إكس تساوي 4 على 4 1 على 4 4، إكس تساوي 4 مثل ما بعرف، إكس تساوي 4.